السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد من عالم السيارات. معاكم عمر عبد المقصود، وأنا موجود النهاردة في معرض LDX، وتحديدا آخر أيام فعاليات معرض LDX أو Live Drive Expo، أول معرض يقام في مصر لتجارب قيادة السيارات بمشاركة 16 علامة تجارية مختلفة ومجموعة كبيرة من الوكلاء. من ضمن العلامات المشاركة في المعرض كانت علامة شيري الصينية من خلال وكيلها غبور أوتو، ومشاركة بمجموعة كبيرة من طرازاتها سواء السيدان أو الاس يو في. عندنا تيجو 8، تيجو 7، وعندنا كمان شيري اريزو 5 المشاركة هنا في المعرض. لكن احدث ضيف اضيف لمجموعة شيري الصينية في السوق المصري وتم الكشف عنه رسميا في اول ايام المعرض كانت شيري تيجو 7 برو الموجودة قدام دلوقتي. هنتكلم عنها بشيء من التفصيل في الفيديو ده، هنتكلم على تجهيزات الخارجية والداخلية، وهنتكلم على ابرز الاختلافات ما بين الفئتين اللي تطرح بيهم العربية. العربية تطرح بفئتين في السوق المصري، هنتكلم كمان على فرق السعر والاسعار تحديدا، وهنعمل كمان لفة صغيرة بالعربية كده، يعني مش هنقول عليها تجربة قيادة مفصلة، ممكن نقول تجربة قيادة مبدئية للعربية، نتعرف فيها على مجموعة كبيرة من الحاجات اللي احنا محتاجين نعرفها. السسبنشن سيستم اخباره ايه، نتعرف كمان على القعدة في العربية اخبارها ايه، نتعرف كمان على يعني الطلعة بتاعت العربية واداء المحرك مع نقل الحركة، لان احنا عندنا نقل الحركة CVT مع محرك تربو، فعايزين نعرف الخلطة دي اخبارها ايه. فاصل صغير هناخد فيه لفة حوالين العربية ونرجع نكمل كل التفاصيل المتعلقة بتيجو 7 برو 2022. يلا بينا. عندنا 11 فرق ما بين الفئتين الاولى والثانيه من تيجو 7 برو. اول فرق فيهم هو فرق السعر، بعد كده عندنا 5 فروق في التجهيزات الخارجيه و5 فروق في التجهيزات الداخليه جوه العربيه. فرق السعر ما بين الفئتين الاولى والثانيه 30,000 جنيه. الفئه الاولى بتطرح بسعر 350,000 جنيه، والفئه الثانيه بتطرح بسعر 380,000 جنيه، وهي اللي معانا النهارده. اما بالنسبه للتجهيزات الخارجيه للعربيه، فتعالوا نبتدي كده من قدام ونرجع لورا. عندنا مثلا مبدئيا مفيش فرق في مقدمه العربيه نهائيا، سواء منظومه الاضاءه او حتى الاضاءه النهاريه، الاثنين بيجوا LED في الفئتين، مفيش فيهم اي اختلاف، لكن ما عندناش فوج لايت اماميه. الشبكه الاماميه بتيجي ميكس ما بين البيانو بلاك مع تطعيمات ستارز كده، او يعني نقط صغيره كده من الكروم او البلاستيك الرصاصي اللامع. عندنا كمان الديفيوزر الامامي بيجي باللون رصاصي فاتح شويه مختلف عن لون العربيه، وبينزل لتحت كمان في جزء تاني بيبقى باللون الاسود مع فتحات تهويه سفليه موجوده في الجزء ده، بالاضافه كمان للشبكه الاماميه اللي كلها تقريبا مفتوحه، واللي في منتصف منها بيجي علامة شيري بحجم كبير. طيب ده كده سريعا مقدمة العربية. تعالوا بقى نتكلم على جنب العربية، ولان هو في تقريبا ابرز الفروق في الجنب وفي الظهر، الفروق الخارجية ما بين الفئتين. يلا بينا. زي ما قلت لكم في جنب العربية عندنا ابرز الاختلافات بتظهر ما بين الفئتين الاولى والثانية من تيجو 7 برو. مبدئيا يعني اول اختلاف في المرايات الجانبية، المرايات الجانبية فيها سخانات هنا في الفئة الثانية، اما في الفئة الاولى مفيش سخانات. في الفئة الثانية كمان عندنا المرايات الجانبية قابلة للضم اوتوماتيكيا مع فتح وقفل العربية، وده اوبشن مش موجود في الفئة الاولى. ادي كده فرقين. عندنا كمان الفرق الثالث هو فتحة السقف البانورامية اللي موجودة هنا في الفئة الثانية، لكن مش موجودة في الفئة الاولى. اما بالنسبة للجنط مقاسه وشكله، مقاسه 18 انش، شكله رياضي بيجي توتون زي ما احنا شايفين، فنفس الاوبشن ده او نفس الجنط ده موجود في الفئه الاولى، ما فيش اي اختلاف. طول قاعده العجلات 2 متر 67 سنتي، طول الاجمالي للعربيه 4 متر و50 سنتي او 4 متر ونص بالظبط. اما بالنسبه لارتفاع العربيه عن الارض فلسه مش معروف لحد دلوقتي، مش يعني ما فيش رقم ثابت في البروشور، لكن اعتقد انه رقم هيكون مناسب جدا لطرقنا المصريه. عندنا كيلس انتري او دخول العربيه دون استخدام مفتاح من خلال باب السائق وباب الراكب الامامي، موجود في الفئتين، بالاضافه كمان للازاز الخلفي اللي بيجي فوميه، والازاز الخلفي تماما برضو اللي بيجي فوميه، مع الروف راكس الموجوده هنا اللي بتيجي بلون رصاصي مختلف عن لون العربيه، برضو موجوده في الفئتين مفيش فيها اي اختلاف. ده كده سريعا ما يتعلق بجنب العربيه. تعالوا بقى نتكلم على ظهر العربيه، لان كمان في اختلاف واضح ما بين الفئتين الاولى والثانيه.
طريقة فتح الشنطة هو الاختلاف رقم 4 اللي اتكلمنا عنه في التجهيزات الخارجية ما بين الفئتين الأولى والثانية من تيجو 7 برو. طريقة فتح الشنطة هنا في الفئة الثانية بتكون كهربائية بالكامل، مفيش فيها أي تدخل يدوي، بتفتح وتقفل كهربائية. مساحة الشنطة هنا 475 لتر قابلة للزيادة ل 1500 لتر في حالة طي الكنبة الخلفية 40-60، بالإضافة كمان لأن أنت ممكن تظبط الارتفاع الخاص بالشنطة على الارتفاع اللي أنت محتاجه أو الارتفاع المناسب بالنسبة لك. بالإضافة كمان لأوبشن ظريف وهو أوبشن السيفتي اللي موجود هنا واللي بيخلي الشنطة تقفل او تقف مكانها وترجع تاني، بحيث ان لو في طفل او حاجه واقف تحت الشنطه ممكن ما يحصلوش اي ضرر. طيب عندنا كمان الجزء الخاص بالشمال، الجزء الكفر الخاص هنا لو انت عايز تغطي الشنطه، بالاضافه كمان لجزء سفلي موجود هنا اللي بيبقى فيه الاستبن والعده الخاصه بالاستبن. طيب عندي كمان وحدات لتعليق الاكياس موجوده على اليمين والشمال مع وحده اضاءه صغيره هالوجين موجوده جوه الشنطه. ده كده ما يتعلق بالفرق الخاص ما بين الفئتين الاولى والثانيه من تيجو 7. اما بره بقى التجهيزات الخارجيه واحده ما فيش فيها اي اختلاف، الاضاءه الخلفيه بتيجي ال دي مع بار ال دي موجود هنا، لكن المنطقه اللي في النص دي ما بيكونش مضيء. عندنا كمان سنسور ركن خلفيه ودي موجوده في الفئتين ما فيش فيها اي اختلاف. طيب عندنا كاميرا خلفيه موجوده هنا، وده هياخدنا للاختلاف الخامس والاخير في التجهيزات الخارجيه ما بين الفئتين الاولى والثانيه من تيجو 7 برو. الكاميرا الخلفيه اللي موجوده هنا في الفئه الثانيه موجوده كمان معاها كاميرتين جانبيتين مع كاميرا اماميه عشان يديك منظومه رؤيه 360 درجه حوالين العربيه، اما في الفئه الاولى ما بيكونش فيها منظومه رؤيه 360 درجه، بتكون كاميرا خلفيه فقط بالاضافه كمان لسنسور الركن الخلفيه الموجوده هنا. ده كده سريعا ابرز الاختلافات خارجيا ما بين الفئه الاولى والثانيه من تيجو 7 برو. تعالوا بقى ندخل جوه العربيه ونتكلم على ابرز الاختلافات الداخليه جوه العربيه. في الجزء الخلفي من مقصورة الركاب مفيش أي اختلافات ما بين الفئة الأولى والثانية، الاختلافات الخمسة اللي اتكلمنا عليهم داخليا تقريبا موجودين كلهم قدام، لكن هنا عندنا فتحات تكييف خلفية موجودة في الفئتين مفيش فيها أي اختلاف، عندنا فتحة USB Type A موجودة برضو في الفئتين، بالإضافة لمساحة تخزين صغيرة، مسند الإيد الخلفي اللي موجود في الفئتين مع 2 كاب هولدر موجودين، بالإضافة كمان لإمكانية طي الكنبة الخلفية زي ما اتفقنا 40-60 علشان تديك مساحة أكبر للشنطة بتوصل ل 1500 لتر. طيب الفرش بالكامل من الجلد، مفيش نفق فتيس، ودي برضو من ضمن المميزات الجميله جدا في العربيه اللي بتخلي الشخص اللي هيقعد في المنتصف هنا يقعد مرتاح جدا، بالاضافه كمان لتصميم الكنبه 3D اللي بيخليك قاعد مرتاح وحاسس ان انت متماسك جوه العربيه. المساحات في الخلف معقوله جدا ومريحه جدا، عندي كمان 3 صوابع موجودين للركبه، بالاضافه كمان لتجويف موجود في ظهر الكرسي سواء كرسي السائق او كرسي الراكب الامامي، واللي ممكن يتم ضبطهم كهربائيا هنا في الفئه الثانيه اللي هنتكلم عليها لما يطلع قدام طبعا. لكن عندنا كمان الماتيريال المستخدم في الابواب ميكس ما بين البلاستيك، الماتيريال بتاعته متماسكه وقويه مع تطعيمات من البلاستيك اللي واخده تشبيحه الخشب، فبتديك احساس ان في خشب في العربيه، بالاضافه كمان لمقابض الابواب والكوع مسند الكوع، بالاضافه لبطن الباب اللي بيجي كله من الجلد مع وحده التحكم في الازاز اللي بتيجي من البلاستيك الاسود المط، وتنزل لتحت مساحات تخزين لطيفه الى حد ما مع السماعات اللي واخده شكل شيك جدا في اسفل الباب. طبعا الازاز الخلفي زي ما اتفقنا بيجي فوميه مع الإضاءة اللي موجودة هنا اللي بتاخد شكل كريستالي، وبتيجي الإضاءة بتاعتها LED شكلها مميز جدا الحقيقة ولطيفة مع مسند الإيد اللي موجود هنا. تعالوا بقى نطلع قدام وإحنا بنلف كده بالعربية نتكلم على أبرز الفيتشرز أو أبرز التجهيزات اللي موجودة في مقدمة العربية، ونتكلم كمان على أبرز الاختلافات داخل العربية ما بين الفئة الأولى والفئة الثانية. يلا بينا. طيب يلا يا جماعة ننطلق ونتعرف على أداء العربية المبدئي. خلونا نتفق ان هو مبدئي، ما نقدرش نحكم على العربيه دلوقتي بشكل كامل، ولكن يعني ده هيكون يعني زي ما قلت لكم في البدايه كده تجربه قياده مبدئيه. مبدئيا خلونا نبتدي بالخمس فروق الموجودين داخليا في ما بين الفئه الاولى والثانيه من شاري تيجو 7 برو. اول فرق اتكلمنا او هنتكلم عليه دلوقتي متعلق بعوامل السلامه والامان، وخلونا نتكلم عن عوامل السلامه والامان مبدئيا. عندنا طبعا اي بي اس، اي بي دي، تراكشن كنترول، اي اس بي، عندنا كمان اللانش اسيست او مساعد العربيه في صعود المرتفعات، عندنا كمان مجموعه كبيره من التجهيزات الداخليه المتعلقه مثلا بتاير بريشر مونيتورنج او مساعده القياده بشكل عام، بالاضافه كمان لمنظومه الكاميرات 360 الموجوده ما بين الفئه، فرق ما بين الفئه الاولى والثانيه موجوده هنا في الفئه الثانيه، ودي طبعا مجموعه كبيره من انظمه مساعده القياده. طيب عندنا فرق مهم ما بين الفئه الاولى والثانيه في عوامل السلامه والامان وهو عدد الاير باجز، عندنا في الفئه الاولى 4 اير باج، اما في الفئه الثانيه هنا فعندنا 6 اير باجز. ده اول فرق معانا داخليا جوه العربيه. ثاني فرق عندنا متعلق بالانفوتيمنت سيستم، العربيه هنا شاشه الاعدادات فيها
كلها بتيجي ديجيتال سواء في الفئه الاولى او في الفئه الثانيه مفيش فيها اي اختلاف. 10 انش طبعا واضحه جدا وبتيجي باكتر من درايف مود، ومن خلال الدرايف مود كمان الموجود ليه زرار هنا في شورت كات ممكن كمان الوان العدادات تتغير بشكل لطيف. عندنا ايكو وعندنا سبورت في انماط القياده. طيب عندنا كمان من ضمن الحاجات اللطيفه في الانفوتيمنت سيستم هو الشاشه الوسطيه اللي موجوده هنا واللي فيها ريزوليوشن بتاع الكاميرات واضح جدا وظريف جدا، و 3 دي او 2 دي على حسب اختيارك، عايز تشوف الفرونت عايز تشوف السايد براحتك جدا، تختار الفيو اللي مناسب بالنسبه لك. النقاء بتاع الكاميرات عالي جدا والنقاء بتاع الشاشه كمان عالي جدا. الشاشه بتشغل ابل كار بلاي اندرويد اوتو ومقاسها حوالي 10.4 انش. طيب ده برضو كل دي حاجات مشتركه، لكن الاختلاف في الانفوتيمنت سيستم كمان عندنا هو الوايرلس تشارجر او شاحن الوايرلس الموجود هنا، ده موجود في الفئه الثانيه مش موجود في الفئه الاولى. ده كده عندنا ثاني اختلاف، يبقى اول اختلاف عدد الايرباكس، ثاني اختلاف الوايرلس، ثالث اختلاف الامبيانت لايت الموجود في الفئه الثانيه مش موجود في الفئه الاولى، ورابع وخامس اختلاف هو الكراسي الاماميه سواء كرسي السائق او كرسي راكب الامامي اللي بيتم ضبطهم كهربائيا، كرسي السائق في 10 اتجاهات وكرسي راكب الامامي في 6 اتجاهات، ده في الفئه التانية. اما في الفئة الاولى فبيكون الضبط يدوي بالكامل. طيب عندنا طبعا زرار ستارت ستوب انجن مع مجموعه كبيره من الشورت كاتس او الاختصارات اللي موجوده هنا اسفل الانفوتيمنت سيستم، وعندنا كمان شورت كاتس موجوده ورا عصايه نقل الحركه اللي شكلها مميز ومختلف، وده هياخدنا لنقل الحركه والمحرك الموجودين هنا في تيجو 7 برو. مبدئيا يعني عندنا محرك بسعه 1500 سي سي او 1.5 لتر تربو، طبعا متوصل شاحن تربو. عدد عندنا كمان نقل الحركه، عفوا نقل الحركه الموجود هنا بيجي CVT او متغير مستمر. المنظومه دي كلها بتطلع قوه حصانيه 154 حصان وبتطلع عزم بيوصل ل 210 نيوتن متر عند 1750 لفه. طيب هل وجود محرك بشاحن تربو مع نقل حركه CVT او متغير مستمر هيديني الاداء المطلوب؟ توقعاتي الشخصيه هيكون الاداء متواضع، وهنشوف دلوقتي هنحاول نطلع بالعربيه كده طالعه ونشوف اخبار اللاج بتاع التربو ايه. ولكن بشكل عام العربيه المفروض ان هي اس يو في، وعربيه بشكل اساسي بتتارجت العائلات، فبالتالي مش مطلوب منها اداء رياضي قوي، ولكن هنختبر دلوقتي الموضوع بتاع الاداء الرياضي ده. تعالوا كده نقف كده من الثبات ونشوف اخبار العربيه ايه. بسم الله. في لاج حوالي ثانيتين في التربو، ودي طبعا ناتج عن النقل الحركه السي في تي، مش هيديك الـ 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 الاداء المطلوب قوي، وبالذات هيبقى باين معاك في طلعه العربيه، بالاضافه كمان للصوت العالي طبعا زي ما انتم سمعتوا حالا انه النقلات مش سريعه او مش سهله، وده الطبيعي بتاع السي في تي. ولكن بشكل عام الاداء مش وحش، يعني ما نقدرش نقول ان هو وحش، لان انت مش جايب عربيه تخش بيها سباق او جايب عربيه شخصيه يعني حاجه فور فان، لا انت جايب عربيه عائليه بشكل اساسي، فبالتالي الاداء مش لازم يكون يعني واو او سوبر كار او كده. طيب الماتيريال المستخدم في الكونسول الامامي بشكل عام ميكس ما بين البلاستيك ما بين السوفت ماتيريال وما بين الجلد. الجلد موجود في الطبقه المتوسطه من الطابلو الموجود هنا، وعندنا طبعا الطبقه العليا اللي موجود هنا بيبقى من السوفت ماتيريال. الكابل اللي موجود فوق العدادات هنا بيبقى من الجلد. الابواب الاماميه بتبقى دي الجزء ده بيبقى من الجلد، على عكس ما موجوده في الخلف بتبقى من البلاستيك، لكن هنا بيجي من الجلد. وبطن الباب كذلك من الجلد، تقريبا الابواب الاماميه كلها بتيجي من الجلد. عندنا طبعا التكييف بيجي الدول زون اوتوماتيك تاتش، مش 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 بكر ولا ازرار، لكن عندنا ازرار زي ما قلت لكم فوق التكييف موجوده هنا، شورت كات خاصه بالشاشه الوسطيه بتيجي طبعا ابل كار بلاي، ابل كار بلاي مع اندرويد اوتو. وعندنا كمان مجموعه ازرار اختصارات موجوده هنا لتشغيل الكاميرا 360، عندنا كمان زرار لمود القياده، وعندنا كمان زرار للهيل لانش اسيست او مساعد العربيه في الصعود للمرتفعات، وعلى شمالك هنا في ازرار خاصه بالتحكم في ارتفاع عدسه القياده والتحكم عدسه الاضاءه عفوا، وزرار خاص بفتح باب الشنطه، يعني انا ممكن افتح الشنطه من جوه العربيه. مسند الايد اللي موجود هنا مسند ايد قابل للاطاله، ودي حاجه ظريفه، بالاضافه كمان لمساحه تخزين لطيفه عنده، بالاضافه كمان ان انا ممكن الجزء ده احركه بشكل اللي انا محتاجه، ممكن الغيه خالص لو انا مش محتاجه، وهو في الكاب هولدر بالاضافه لمكان للمفتاح، فطبعا يعني ده تجهيز لطيف، بالاضافه كمان لفتحه السقف البانوراميه اللي قلنا عليها واحنا بنتكلم في جنب العربيه انها هي واحده من ابرز الاختلافات في جنب العربيه ما بين الفئتين للعربيه، بالاضافه كمان لكاميرات 360 درجه
والسخانات الموجوده في المرايات الجانبيه والمرايات الجانبيه القابله للضم اوتوماتيكيا مع فتح وقفل العربيه. ومحطين طبعا هنا في التراك اللي انا ماشي عليه يعني حاجات زي مطبات صغيره كده عشان نشوف اخبار العزل والسسبنشن سيستم بتاع العربيه ايه. فيعني واضح ان السسبنشن سيستم طري لحد ما, مش سوفت يعني, مش حاجه رخمه, ودي برده من المميزات لان احنا عندنا سسبنشن سيستم الخلفي او نظام التعليق الخلفي في العربيه انا بيجي مالتي لينك منفصل, ودي برده من نقاط القوه الموجوده في العربيه. ده كده سريعا ما يتعلق بالتجربة المبدئية لقيادة شيري تيجو 7 برو. بشكركم جدا على متابعتكم, نشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد وعربية جديدة, واتمنى ان انا اكون قدرت اعرفكم على العربية بشكل يعني ولو بسيط, ولكن يعني يكون قدنا الغرض. نشوفكم على خير ان شاء الله في عربية جديدة وفيديو جديد. مع السلامة.